وصلت أزمة المحروقات إلى ذروتها وباتت تهدد حياة المواطنين بالموت مباشرة. وفي ظلها أعلن مستشفى الجامعة الأمريكية أنه سيقفل أبوابه يوم الاثنين المقبل، والسبب نفاد مادة المازوت لديه. احنا صلنا حوالي شهر ونص شهرين عم بتأنن علينا المازوت. مستشفى الجامعة الأمريكية مصروفه بالنهار حوالي بين 40 و50 ألف لتر بأيام الصيف، وصلنا وعنا مخزون احنا بضايلنا تقريبا 10 ايام. صلنا شهرين ما عم نستلم الكميات يلي عم نحتاج لها، وما والمخزون تبعنا عم بخف. بارح بعد ما صارت هالخضة بالبلد والانقطاع المازوت وانقطاع البنزين، رجع عن جديد وصلنا لمرحلة اليوم عبكرة وعينا في عنا مازوت بس بكفينا لنهار التنين الظهر. ونشد المركز الطبي في الجامعة الأمريكية المعنيين الحصول على الإمداد العادل قبل الإغلاق الإجباري. 100 مريض بما فيهم أطفال عايشين على آلات تنفس اصطناعي، إذا انقطعت الكهرباء عليهم هودي بيموتوا دغري. في عنا مرضى غسيل كلي بيجوا بيغسلوا كليوة 3 مرات بالجمعة، هدول كمان الناس ما فينا نخليهم بلا ما نهتم فيهم. في عنا مرضى بعلاج للأمراض السرطانية عم بيعالجوا أمراض السرطان عنا بالمئات وبما فيهم أطفال، وهودي كمان مش مستعدين إنه ما نقدر نحكمهم وما نأمن لهم البديهيات. وفي الإطار أعلنت وزارة الصحة العامة أن اتصالات تجرى بين نائبة رئيس الحكومة زين عكر ووزير الصحة العامة حمد حسن ووزير الطاقة ريمون غجر مع المستشفيات الخاصة والحكومية لتحديد كمية المحروقات المطلوبة للمستشفيات لمدة أسبوع، والتي ستسلم على التسعيرة الرسمية من قبل الشركات النفطية ابتداء من السبت، على أن يراقب مفتشو وزارة الصحة العامة تسليم الكميات للمستشفيات. وعلمت الجديد أن مصانع الأدوية التي تعاني الأزمة نفسها تستهلك وحدها في الشهر 1,021,000 لتر من مادة المازوت.